لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. قلت خرج الشعب طالبا التغيير رافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي. وبكل سلمية ومسؤولية هب للانتخابات انتخابات شفافة ونزيهة. تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله. وبعد انتخابي جددت التزامي بالتغيير الجذري ملبيا بذلك ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك. ولهذا الغرض نلتقي اليوم في هذا الظرف الخاص. أنتم ملزمون كمسؤولين محليين بالتغيير محليا، تغيير سلوكات والابتعاد كليا عن السلوكات القديمة، التقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة.